كل شيء قابل للتغيير في الرياض عدا هذا المكان. الثميري عبق الماضي وأصالة الحاضر، لا تزال أزقته تحتفظ بذكريات سكان العاصمة ومحاله التي تكون عادة مقصدا للمقبلين على الزواج ليبتاعوا أجود أنواع البشوت استعدادا للزفاف. بين تلك المحال يجلس أبو أحمد بمظهره النجدي المحافظ ليبيع طرف زمن سبعينيات القرن الماضي. عندنا سرية وعندنا كاميرات وعندنا أجهزة منوعة كثيرة، وعندنا أيضا سيوف مشكلة أنواع منوعة. هذا عمره يمكن فوق 50 سنة إن لم يكن أكثر. في سوق الديرة ذي الأسماء المتعددة يأخذ كبار السن هذه الزاوية من السوق التي يقبع بها الحراج الأكبر سناً، حيث تمتد جذوره لبدايات القرن الماضي، وفيه ما لا يوجد في غيره. بعض قاعد تجي بيعها نشتريها بألف ريال، ولين قطعناها جابت 6000 5000. يصير فيها أشياء قديمة زي مدخن، يجي فيها محالة، يجي فيها نجر قديم. إننا نشتري البيعة ما ندري، نشتري البيعة ونقطعها. الأشياء اللي جواتها ما تعرف. بعض الأوقات نشتري، مثلا يجي واحد يجي مع صندوق نشتري بألف وخمس بألفين ثلاثة، ثم نقطع. لين قطعنا يمكن يجيب 9000، يجيب 10000، 8000، يجي في قطع نوادر. كل ما يخطر ببالك يباع في الحراج، لكنك قد لا تعرف جزءا كبيرا من البضائع لأنك لم تعش في الوقت الذي كانت تستخدم فيه. عبد المحسن الحربي، العربية، الرياض.